الجمعية التونسية للطب المديري والسفر هي جمعية ناشئة مدة 5 سنوات. نظمنا دورات تكوينية، نظمنا ندوات ومؤتمرات، وهي هذا توا مؤتمرها الأول الإفريقي والثالث بالنسبة للجمعية في الطب المديري وطب السفر. والمرة هذه تحت شرف وزير الصحة ومع مشاركة كلية الطب بتونس وجامعة المنع و CDC أفريكا. CDC أفريكا هي مركز الوقاية والسيطرة على الأمراض إفريقيا وتابعة للاتحاد الإفريقي، ومعنا ديز إكسبير من إفريقيا حضروا في المؤتمر هذا باش تكون فما إضافة وفما إشانج ديكسبيريونس تجارب ما بين التوانسة ليز إكسبير التوانسة ليز إكسبير الأفريق. طبعا المحاور احنا في الندوات اللي صارت الكل قمنا بعدة محاور، وكل مرة نوع في المحاور هذه. المحاور هذه تخص الأمراض المنقلة ترانسميسيبل، مالادي ترانسميسيبل اللي هما يجيونا من جهة المدار، هذاك علاش طب المداري، والأمراض اللي منقولة عند السفر واللي تشكل خطورة عند المسافر وقت يرجع في السفر نتاعو وكي يرجع من السفر. خذينا قبل المرأة الحامل، المرة هذه خذينا الطفل المسافر. توا العائلات واللي تسبق المسافرين يهزوا معهم أولادهم للسفر، وتقع ساعات إشكالية، ساعات حتى عند دي بي بي ولا نشوفوهم كي يرجعوا من السفر جيهم سخانة، جيهم محبوب، جيهم إسهال. وهذاك علاش حكينا في هالموضوع هذا، وإحنا في هالثلاثة أيام هذه مؤتمر مدة 3 أيام في برشا محاور كلها هامة، ومنهم الموضوع هذا. شفنا زادة الأمراض اللي كيفاش المسافر اللي عنده أمراض زادة كيفاش الوقاية شنية اللي ياخذها زادة. وبصفة عامة احنا تحسيس الأطباء الصيادلة البياترة أطباء الأسنان كلهم يجيوا يحط بيع على خاطر في الأمراض المنقلة لمالادي ترانسميسيبل بتبيع عن طريق الحشرات انهم هذه، لكن هذه موجودة في تونس أنا مش حتى اللي سافر نقولها الطيور الطيور المسافرة اللي تجينا وتتعدى على تونس وتقع العدوى للحيوان وتنجم تقع اكسيدنتالمون للإنسان. لكن احنا زادة نحكيه على الأمراض، زوز أنواع من الأمراض اللي نجم يتعرض لها المسافر. فما أمراض نعرفوها موجودة في تونس كما الملاريا مثلا، واللي احنا قضينا عليها الملاريا من السبعينات، وفما أمراض ما نعرفوهاش ماهيش موجودة عندنا ما جاتناش، تولينا نشوفوا منها حالات قليلة لمحالة. لكن نحاولوا باش الأطباء يكونوا عندهم فكرة على الأمراض هذه كما الدان كما الفيفر جون كما شيغونغونيا كما أمراض أخرى الإيبولا، الحمد لله ما عندناش وما تجيناش، لكن هذوما زادة لازمنا نعرفوا بهم باش المسافر كي يرجع لتونس وتبدأ عنده سخانة ولا تبدأ عنده عوارض أخرى وهو كان مسافر لازمنا نربطه هك العوارض هذيك بالسفر اللي قام به. وهذا التحسيس الكل معرفة الأمراض هذه والتحسيس لها والتحسيس على الوقاية، لخاطر أهم علاج للأمراض هذه هي الوقاية. والوقاية النصائح يزم ياخذ النصائح اللازمة قبل السفر، ويزم تدخل في العادات اللي بيش يسافر. احنا نعملها للحجاج عيادة ما قبل السفر يمشي ويعمل فاكسان ونشوفوه والكل، لكن العادة هذه هالعيادة هذه عيادة ما قبل السفر ينزمها زادة تشمل أي واحد باش يسافر، خاصة للمناطق مناطق المدار والناس طوالات تسافر سياحة شغل رياضة معناها دراسة في جهة المدار لا ريجون تروبيكال اللي موجودة في إفريقيا قريبة لخط الاستواء، موجودة في أمريكا الجنوبية وموجودة في الشرق الأقصى، نمشيو تايلاند ولا كمبودج ولا زعما تدخل في العادات العياده ما قبل السفر باش ياخذوا الاحتياطات اللازمه، نعطيهم النصايح اللازمه
قبل ما يسافروا، وإذا كان فما تلقيح وإلا إذا كان فما علاج باش ياخذوه قبل ما يسافروا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.